السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرحها لكم بالطريقة الخاطئة والصحيحة على أساس تستفيدوا منها بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع وهو موضوع استهداف بعض عضلات الجسم بالطريقة الصحيحة وأيضا استهداف العضلات أيضا الضعيفة. طبعا بعض الأشخاص يحاول يستهدف عضلة معينة ولكن التمرين اللي يمارسه ما يعرف أن هذا التمرين ممكن يستهدف أي عضلة أو تحريك أي عضلة من الجسم. أول شيء طبعا لازم يكون عندك اللي هو حس وثقافة في التمرين، بمعنى أنك تعرف هذا التمرين يحرك لك عضلة الأكتاف أو عضلة الصدر أو عضلة الرجل حسب التمرين اللي أنت تلعبه، وأيضا بعض التمارين تحرك لك عضلتين في وقت واحد، يعني تكون العضلة الأساسية زائد العضلة الثانية اللي هي المساعدة أثناء التمرين، بمعنى بعض التمارين تحرك لك العضلة الأمامية زائد الجانبية للأكتاف، هذه بعض الأجهزة. وأيضا عندك على سبيل المثال بعض التمارين تحرك لك الأكتاف الأمامي زائد عضلة الصدر. فهذه التمارين دائما لازم تعرف أنت تستهدف فيها أي عضلة على أساس أنك تعرف تستهدف العضلات الضعيفة الموجودة عندك في الجسم، بمعنى بعض الأشخاص ممكن تكون عنده عضلة الظهر أو عضلة الذراع أو عضلة الرجل أو عضلة البطن أيا كان، يعني هذه أيضا تختلف من شخص إلى آخر لأنها نوعا ما تعتبر جينات من شخص إلى آخر، ولكن تقدر أنك تحسنها في هذه التمارين. ليش أنا ذكرت لكم أنك لازم تعرف وتثقف في التمرين هذا يستهدف أي عضلة، على أساس أثناء أنك لما بتمارس التمرين وتحاول تستهدف مكان معين في جسمك تستهدفه بالشكل السليم وتختار التمرين السليم اللي هو يساعدك على الوصول حق هذا المكان. بمعنى أنه ممكن عندك عضلات الظهر، عضلات البيطان على سبيل المثال، عضلات البيطان عندك العضلة الخارجية والعضلة الداخلية اللي منتصف الظهر، ما تكون اللي هي القطنية أسفل الظهر، لا أعلى الظهر منتصف الظهر عند العمود الفقري اللي هي ما بين لوح الظهر والعمود الفقري العضلة الداخلية، هذه استهدافها نوعا ما يكون صعب وفي حركات معينة وطرق معينة أنك تستهدفها بالشكل الصحيح. يعني إذا كانت عندك هذه العضلة ضعيفة بتحاول أنك تاخذ مثلا اللي هو الجهاز، يكون الجهاز ضيج معك أو المسكة أو المقبض يكون ضيج معك، فتسحب إلى الداخل وتفرد صدرك إلى الأمام، تسحب قدر المستطاع، تثبت لمدة مثلا 5 ثواني إلى 7 ثواني، فهني أنت استهدفتها بالشكل الصحيح، لأن الواسع راح ياخذك الجزئين الواسعين اللي هو من حق الظهر اللي هو من نهاية الظهر أو خارج الظهر، فعند الذراعين في هذا المكان، فبالتالي العضلة الداخلية لا تحتاج جهاز أو مقبض، يكون المقبض ضيج وتسحب إلى الداخل وتفرد صدرك إلى الأمام، بمعنى أنك استهدفها بشكل صحيح. فهني أنت اخترت التمرين السليم. طبعا أنا ما أقول فقط على عضلة الظهر، ممكن عضلة الذراع عضلة الرجل، فعطيتكم كمثال بالنسبة حق عضلة الظهر. في بعض الأشخاص تكون عنده مثلا عضلة ذراعه، فبالتالي يلعب على عضلة الذراع في تمارين معينة، ولكن أيضا في نقطة مهمة عدم تمرين العضلة نفسها الضعيفة بشكل يومي، لأن عملية الاستشفاء العضلي راح تكون خاطئة، لا تحتاج على الأقل اليوم واليوم اللي بعده راحة واليوم اللي بعده، أو على الأقل تلعبها 3 مرات إلى 2 مرات في الأسبوع. هذه الطريقة السليمة اللي تساعدك على راحة العضلة والاستشفاء العضلي وأيضا إعطائها حقها من حيث الراحة والتمرين بالشكل الصحيح. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى الجميع يستفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين مع الجهازين الموجودين معي، الكرسي المستوي أو البنش المستوي زائد اللي هو سير المقاومة.
طبعا سير المقاومة أقدر ألعب فيه أكثر من تمرين وأستهدف فيه أكثر من عضلة بالنسبة حق جسمي، ولكن أنا راح أستهدف الحين العضلة الخارجية للرجل زائد العضلة الخلفية للرجل. لاحظ راح أثبت سير المقاومة برجلي بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة حق السير في أكثر من سماكة حسب سماكة السير حسب قوة مقاومة السير بالنسبة لرجلك. طريقة التمرين راح تكون كالتالي، أحرك الرجل بهذه الطريقة على الراحة، بمعنى أسكر رجلي بهذا الشكل، أحرك رجلي بهذه الطريقة. لاحظ هذا التمرين راح يستهدف لي العضلة الخارجية للرجل. الحركة بهذا الشكل ما نقول خاطئة، ولكن استفادتك تكون أقل من لما تلعب التمرين بهذا الشكل. ثبت لمدة 1 2 3 1 2 3 1 2 3. فالحركة مع الثبات تساعدني على شد عضلات الرجل الخارجية. عدد الجولات تكون 3 جولات في 15 أو 20 تكرار. هذا التمرين جدا مهم حق عضلة الرجل. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، راح استهدف فيه العضلة الأمامية للرجل. لاحظ راح أثبت سير المقاومة بهذا الشكل، أحرك رجلي بهذه الطريقة، أرفع الرجل إلى الأعلى. استهدافي أو التمرين هذا يستهدف لي العضلة الأمامية للرجل. لاحظ بهذا الشكل، وأيضا نوعا ما يساعدني على تحريك عضلة المعدة اللي هي عضلة ثانية مساعدة في التمرين. أخذ الرجل الثانية أيضا بهذا الشكل، أسحب رجلي بهذه الطريقة. عدد الجولات 20 تكرار في 3 جولات. التمرين اللي بعده، الكل يعرف ان العضلة الضامة وضعف العضلة الضامة بالنسبة للرجل اللي هي العضلة الداخلية للرجل. لاحظ راح استهدفها بهذه الطريقة، احرك او اثبت سير المقاومة بهذا الشكل. لاحظ احرك رجلي بهذه الطريقة. هذا التمرين يستهدف لي العضلة الضامة للرجل. أيضا أخذ الرجل الثانية. إذا أيضا ما عندك مثلا جهاز تثبت عليه السير، تقدر تثبت على ذراعك بهذه الطريقة وتحرك رجلك بهذا الشكل. هذا بالنسبة حق تمارين لعضلة الرجل. طبعا التمارين جدا سهلة ما تحتاج جهد عالي، تمارين تغوية واستهداف العضلات الداخلية والخارجية لعضلة الرجل. حاول انك تمارس هذه التمارين، راح تساعدك على المرونة لعضلات الرجل، وكذلك تساعدك على تخفيف الإصابات خصوصا بالنسبة حق العضلة الضامة. وهذا كان تمريننا اليوم، ان شاء الله اتمنى الجميع استفاد منه. تابعونا بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.